بحب في ديكاف ان هم بيستخدموا مساحات مش متعارف عليها في الـ في الـ في الـ في الـ في مصر عموما، او بيستخدموا مسارح بيبقى فرصه حلوه ان الواحد يعني يعرض عليها وما تحصلش كل يوم. وافقت جدا ان انا اشارك السنه دي، لان اولا مبسوطه ان انا اشارك مع مغنيه من المغرب شبه خنسة بطمة، مزكتها جميله جدا. صعب جدا انك تعملي حاجه انت تكوني مبسوطه منها. البروسيس بتاعت الالبوم صعبه جدا، ان انت تقعدي تكتبي كلام، ان انت تقعدي تلحني، ان انت تقعدي تشوفي مين الموسيقيين بالظبط اللي هيشاركوا معاكي في البروجكت الثاني اللي هو الالبوم الثاني. دي في حاجه بتاخد وقت وبتاخد مجهود. طول الوقت الجمهور بيتغير، بيكبر او بيزيد او بيقل او whatever. فدي متعه الموضوع، ان اللي انت بتعمليه انت مش عارفه رايح لمين ومين جمهوره فعلا. الحرام كانت 2008، وفعليا كنت بعمل فوكس على نقطه اجتماعيه عندنا ليها علاقه بالناس اللي بتحرم الفن، والناس اللي بتحرم الغنى، والناس اللي بتحرم كل ما هو ممكن يتقدم بصوره جميله، وهم في الحقيقه مش الاشخاص اللي بيمثلوا كلامهم دول. نبي عربي ما شفيع سوى. المره الوحيده اللي اتمنعت ان انا اغني مني كنت في السودان، في مهرجان، في افتتاح مهرجان سينما مستقله في السودان. ده كان اول مره يعملوا افتتاح مهرجان الافلام، وكانوا بيجربوا في السودان. انت متخيله السودان يعملوا فيها الافتتاح ده؟ الحمد لله حصل مهرجان، بس احنا كنا اتقال لنا ما تغنوش ده وده، على اساس انه يعني في حكم اسلامي حاصل في السودان، وانه الاغاني ديت هتبقى شويه موجهه ومسيسه فكده. بس الغريبه ان الجمهور طلب مننا نغني الاغاني دي، فاحنا غنينا الاغاني ديت. بس دي كانت اول مره ان احنا يطلب مننا ممكن ما تغنوش الاغنيتين دول، فاحنا لهم احنا اصلا مش حاطينهم في الريبرتوار يعني. بس لما الجمهور طلبهم احنا غنينا. في الالبوم بتاعنا احنا قررنا ان الجانرا بتاعتنا نيو فولك. هي مش فولك، بس هي انسبايرد من التراديشنال ميوزك والفولك ميوزك. ذاتس واي هي شبه الفولك، بس هي توتالي اوريجينال وتوتالي يعني ماي كومبوزيشن. اللحن الحان بتاعتي والليركس بتاعت شعره من هنا، واحنا قررنا اللي هو لا ده انا حابه ان انا اهتم بيه جدا يعني.